دايما الحقيقه في بدايه الحلقه بنحاول ان احنا ننقل لحضراتكم طاقه ايجابيه وامل، ولو هنتكلم عن حدث حصل امبارح مليان طاقه وامل لازم نتكلم على احتفاليه قادرون باختلاف. الحقيقه انه كان في حاله سعاده وانبساط من القلب عند الاطفال اللي كانوا موجودين امبارح في احتفاليه قادرون باختلاف اللي حضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي ان انا احاول انقل لحضراتكم المشهد مش بصفتي اعلاميه، دورها انها كمان تتابع هذه الفعاليات والاحتفالات يعني بشكل جيد، لكن كانسانه اولا وكمواطنه مصريه ثانيا. الحقيقه المشهد اللي كان موجود امبارح مشهد حقيقي يلمس اي قلب قاعد بيتفرج عليه. فلو في حد من المشاهدين من حضراتكم دلوقتي ما تفرجش على هذه الاحتفالية أمس، أنا بدعو حضراتكم جميعاً أن ترجعوا مرة تانية وتشوفوها. الحقيقة كان في مشهد حب ومشهد دعم ومشهد جبر خواطر، وفوق كل ده كان في مشهد ألفة، كان في مشاعر ألفة موجودة بين الأطفال الموجودين، الأطفال طبعاً قادرون باختلاف، حتى الشباب اللي كان موجود. فكرة أن يكون في شباب وأطفال عندهم الألفة بين رئيس مصر ويقدروا يتكلموا معاه ويقدروا يسألوه ويقدروا يدردشوا معاه، دي حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة جدا، حالة حقيقي كانت خاصة في منتهى الرقي والعظمة الإنسانية. شفنا امبارح التفاف كل اللي شاركوا في الاحتفالية من اخواتنا القادرون باختلاف حوالين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يتصوروا ويتكلموا مع سيادة الرئيس بمنتهى الأريحية. الحقيقة انه التقدير والدعم ما وصلش بس لأطفال وشباب قادرون باختلاف، لكن كمان امتد من الدولة لكل أسرة عندها طفل من القادرون باختلاف. هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب هم أصحاب طاقات عظيمة وقصص تحدي ملهمة في كل المجالات. مفيش حد ما كانش متأثر بهذه الاحتفالية، حتى المداخلات اللي عملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال والشباب والحوار اللي كان من القلب للقلب، عشان كده قدر يوصل لقلوبنا بمنتهى السهولة وبمنتهى الود. الحقيقة اللي شفناه امبارح يعني كانت بدايته من 2016 لما أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة. المبادرة دي ساعدت بشكل كبير جدا في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لقادرون باختلاف. عشان كده في السنة اللي بعدها على طول في 2017 تم اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في توظيف ذوي الهمم، وده بيعكس قد إيه الدولة عندها استراتيجية متكاملة عشان تقدر تستفيد من الكنوز والطاقات البشرية اللي عندها واللي موجودة الحقيقة عند أصحاب الطاقات العظيمة اللي يقدروا يبدعوا في كل المجالات. وبعد كده توالت بقى الإجراءات والتشريعات ومبادرات من الدولة خلقت بيئة صحية ومحفزة ومشجعة عشان يكون عندنا أبطال رياضيين، مواهب فنية، عقول مبدعة. شفنا منهم بالفعل نماذج امبارح في احتفالية قادرون باختلاف. وفي نقطة تانية كمان مهمة، إنه شاذلي الأطفال دي أطفال قادرون باختلاف أو حتى الشباب، الحقيقة لا يعرف أرياء أو النفاق طريق لقلوبهم. فاللي احنا شفناه امبارح ده فعلا كان طالع من قلوبهم، الحب والاعتزاز اللي كان موجود الحقيقه يعني ما ينفعش غير ان هو يكون طالع من قلوبهم. واعتقد الناس اللي اتعاملت مع الاطفال دول او مع الشباب دول فاهم كويس قوي النقطه اللي انا بتكلم فيها دي، مستحيل يكون في ذره نفاق او تمثيل او رياء او اي حاجه او اي شعور من المشاعر اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. أنا سعيدة جدا الحقيقة شاذلي بالمشهد اللي شفناه امبارح، مشهد يعني يلمس قلوبنا كلها، واللي فعلا بعد ما شاف المشاهد دي ما حسش إن مصر بتتقدم وإن فعلا مصر فيها حاجة حلوة، يبقى يعني محتاج يراجع نفسه مرة تانية. لو هنتكلم بشكل عام الحقيقة الدولة بتتخذ استراتيجية إعادة اكتشاف مواردها واستخدامها الاستخدام الأمثل، ومن أهم الموارد اللي موجودة في مصر هي شبابها وهي ناسها. عشان كده سيادة الرئيس تحدث عن استغلال طاقات ذوي الهمم يا شاذلي.